أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن مجموعة كبيرة من سائقي الباصات لإيصال الطالبات إلى منازلهن، فهل يجوز لنا أن نصلي الظهر جماعة بعد الأذان مباشرة بعد السنة الراتبة قبل موعد إقامة الصلاة في المسجد، لأن الطالبات يخرجن أثناء إقامة الصلاة؟ إذا كان هناك عذر يقتضي تقديم الصلاة قبل الجماعة فلا بأس بذلك، لكن لو صليتم خارج المسجد لئلا يكون هذا مبدأ لانقسام الجماعة في المسجد، لو صليتم خارج المسجد يكون هذا أبعد عن الشبهة. نعم.